سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعمية السودانية رسالة لوغا إلى ثيوفيل الحلقة الثالثة ازيك يا خالتي صفية؟ اهلا وسهلا اهلا بيكم ان شاء الله اهلا اهلا مرحبا بكم الحمد لله <applause> الله يخليك ومتذكرين كلامك اللي لينا لنا وكلمتينا في المرة اللي فاتت عن ولادة المسيح وقلتي بعد 40 يوم مريم ويوسف شالوا الطفل معاهم ومشوا لبيت الله في القدس عشان يقدموا ضحية لطهارة مريم وده طبعا زي ما كلمتينا حسب ما مذكور في التوراة <applause> وكمان عشان ينذروا الطفل لله لأنه برضو مذكور في التوراة إنه كل ابن بكر لازم يكون منذور لله أها في الزمن داك في القدس كان في راجل تقي وصالح اسمه شمعون شمعون ده يا جماعة كان مليان بالسر الإلهي ومنتظر جيئة المسيح مختار الله الحينجي شعب بني إسرائيل من ذنوبهم واعدائهم والسر الالهي اصهر لشمعون انه ما حيموت الا بعد ما يشوف المنجي بعينه وبعد ذاك السر الالهي قال شمعون لساحب بيت الله وفي نفس الوقت مريم ويوسف دخلوا ساحب بيت الله شايلين معاهم الطفل عشان يؤدوا فريضه التوراه وشمعون لاقاهم هناك واخذ منهم الطفل وشالوا على يدينه وسبح الله وقال يا ربي انت السلام انا عبدك وانت ربي رب كل الانام اسالك ان تختم حياتي واموت بسلام لاني حسب وعدك شفت بعيني المنجي رسلته ولانك اكرمتني وانا على ايدي حملته يا رب انت رسلت المنجي بقدرتك عشان يهدي الناس من مختلف الشعوب لأن النور هداية للأمم وإكرام لشعب بني إسرائيل ومريم ويوسف كانوا متعجبين من الكلام اللي سمعوه من شمعون بخصوص الطفل وشمعون قال ليهم الله يبارك فيكم ويبارك فيه الطفل ده الله حيرسله لشعب بني إسرائيل وكثير منهم حيقبلوا رسالته عشان كده الله حيرضى عليهم وناس كتار منهم كمان حيرفضوا رسالته ويعارضوه وعشان كده الله حيغضب عليهم ويعاقبهم وحتنكشف أفكار ونوايا الكثيرين وبرضو كمان يا مريم الحزن حيملى قلبك ويخليه كأنه شقوه بالسيف وكمان يا جماعة كانت هناك في مرة صالحة وربنا ملهمة المرة دي يسمى حنة من قبيلة أشير اللي هي واحدة من قبائل بن إسرائيل وبعد سبع سنوات من زواجها راجلها مات وبقت أرملة لفترة طويلة كان عمره في الوقت ذاك أربعة سنة مم. وكانت ما بتفارق ساحة بيت الله اللي كانت فيه مظلات بتحمي المتعبدين من الحر وتقلبات الجو وده كان بيمكنها من أنها تتعبد فيه ليل ونهار بالصوم والصلاة والدعاء وبعد كلام شمعون حنا مرت على يوسف ومريم وحمدت الله وتكلمت عن الطفل مع كل الناس اللي كانوا مستنين تحرير شعب بن إسرائيل من ذنوبهم ومن أعدائهم وبعد ما يوسف ومريم أدوا فريضة التوراة المتعلقة بطهارة مريم وتكريس ابنها لله رجعوا لبلدهم الناصرة في منطقة الجليل أما الطفل كان بيكبر ويقوى ومليان بالحكمة وكان العناية الله عليه يوسف ومريم يا جماعة كانوا بيمشوا للقدس كل سنة عشان يحضروا عيد النجاة والرحمة فعيد النجاة والرحمة ده يا جماعة هو عيد الفصح وبن إسرائيل كانوا بيحتفلوا به سنويا ولما سيدنا عيسى كان عمره 12 سنة يوسف ومريم ساقوه معاهم ومشوا للعيد زي العادة ولما أيام العيد انتهت يوسف ومريم سافروا لبلدهم الناصرة أما عيسى كان تركيزه على الأمور الإلهية عشان كده قعد في القدس بدون هم ما يعرفه، وسافروا طول اليوم بدون ما يلاحظوا غيابه ولما انتبهوا لأنه عيسى ما موجود معاهم بقوا يسألوا عنه قرايبهم وأصحابه لأنهم كانوا بيفتكروا إنه معاهم في نص الزحمة تحت المسافرين ولما ما لقوه رجعوا للقدس تاني عشان يفتشوه هناك وبعد ثلاثة يوم من غيابه لقوه قاعد في ساحة بيطلع مع علماء الدين يسمح في كلامه ويسألهم ويجاوبهم وكل سمعوه إذا عجبوا من نباهته وفهمه ومن رد مجاوبته ولما مريم ويوسف دخلوا ساحة بيت الله شافوه كانوا متعجبين لأنهم لقوه هناك وأمه قالت ليه هو ليه يا ولدي ليه يا حبيبي تعمل فينا كده أنا ويوسف ولأمرك قلبنا عليك الدنيا وملقيناك شفقتنا عليك وقطعت قلوبنا انتوا ليه <تسأل> بتكسوا فيني؟ انتوا ما عارفين اني لازم كان اكون في بيت ولي امري؟ لكن هم ما فهموا معنى كلامه وامه كانت بتتذكر كل التفاصيل دي وبتحفظها في قلبها <applause> وبعد سيدنا عيسى رجع مع امه يوسف للناصره وكان مطيع ليون وكان بيكبر وبيقوى مليان بالحكمه وكان رضا الله والناس عليه بزيد كل مره صح في السنة الخمستاشر من حكم القيصر الروماني تباروس لما بيلاطس البنطي كان بيحكم منطقة يهوذا وهيرودس الثاني ابن هيرودس الأكبر كان بيحكم منطقة الجليل وأخوه فيليب كان بيحكم منطقة إطورية وتراخونيتي ولسانياس كان بيحكم منطقة إبلين القريبة من دمشق وحنانية وقيافة كانوا أعلى رئيسين لرجال الدين في الوقت ده النبي يحيى بن زكريا وكان عمره 30 سنة تقريبا والله نزل عليه الوحي وهو كان في الخلا وأداه رسالة عشان يبلغها قام مشى لكل نواحي نهر الأردن يدعو الناس للتوبة وكان بيعمد الناس بتخطيصهم في المويه وكان دائما الاغتسال ده دا دلالة على التوبة عشان الله يغفر لهم ذنوبهم والنبي أشعية كان ذكر في كتاب نبوءة بخصوص يحيى فيها تشبيه وتوضيح للطريق عشان يتجهز ويكون سالك للسير المأمون النبي أشعية قال في النبوءة دي عن يحيى هو صوت في البادية حينادي ويقول استعدوا لطريق المولى المأمول عشان تسيروا باستقامة أردم كل وادي أسمعوا صوت الحق ليكم بنادي ويقول ساو وخفضوا كل جبل وجوز عشان تسيروا بأمان وتنالوا الفوز وكمان الطرق اللي فيها دقداق ومطبات لازم تتردم وتتساوى عشان النفوس ما تسقط وتتهاوى والطرق الملولوة لازم تكون دغري وسالكة عشان ما تبقى النفوس هالكة وبكده لأنكم اتبعتوا الطريق المستقيم كل الناس حيشوفوا نجاتكم من رب رحيم وكثير من الناس كانوا بيجوا للنبي يحيى عليه السلام عشان يعمدهم بتخطيصهم في المويه وتكون دي علامة على إنهم تابوا من ذنوبهم وهو كان بيقول للناس الما صادقين في التوبة يا منافقين منو اللي اداكم من زار عشان تبرقوا من غضب الله؟ هل هيهلككم عشان كده؟ أعملوا لكم أعمال توري إنكم توبتوا فعلا وما تقولوا روحكم إنه عشان إبراهيم أبونا نحن شعب الله المختار خلاص عشان كده حننجا لأن الله قادر إن يخلق من الحجار دي أولاد لإبراهيم يا منافقين يتذكروا إنه غضب الله عليكم حيكون زي الفاس المجهزة جنب عروق الشجرة الما مثمرة عشان تقطع لأن كل شجرة ما بتثمر ثمر كويس مصيرة تتقطع وتترمي في النار طيب كده هسه قول يا سيدنا نعمل شنو؟ يتصدقوا اللي عنده جلابتين يدي ما عنده وكمان اللي عنده أكل برضه يعمل نفس الشيء وبعد ذاك الناس اللي كانوا بيجمعوا الضرائب للاحتلال الروماني برضهم جل النبي يحيى عشان يعمدهم بالموية وسألوه يا سيدنا يا سيدنا ونحن نعمل شنو؟ انتوا ما تاخدوا أكتر من المقرر لكم وبعد عساكر الشرطة برضو جوا للنبي يحيى وسألوه ونحن ناس الشرطة يا سيدنا نعمل شنو؟ انتوا ما تثبوا حق الناس وما تتهموا أي ذول بالباطل يختلعوا بمواهيكم الناس كانوا مستنين بفرغ الصبر عشان يعرفوا حقيقة يحيى لأنهم كانوا بيفكروا في سرهم إذا كان هو المسيح مختار الله ولا لأ ويحيى حاول يوضح مهمته وعشان كده قال ليهم أنا بعمدكم بتطهيركم كلكم بالموية دلالة على التوبة لكن حيجي واحد أعظم مني بكثير وأنا ما بستاهل حتى أحل ربات حزائه وهو حيملا المؤمنين بالسر الإلهي ويطهر قلوبهم أما العاصين حيصيهم في النار بعد ما يغربل الناس زي المزارع اللي بيضر قمحه في تقاته ويغربلوا عشان يجمعوا في مخزونه ويحرق التبن بالنار ونار التبن بتنطفي لكن المشكلة إنه نار الهلاك ما بتنطفي أبدا ويحيى كان بيدعو الناس للتوبة كثير جدا وكان بيبشرهم وينذرهم ولأن هيرودس الثاني حاكم منطقة الجليل اتزوج هيروديا مرض أخوه فيليب مع إنه أخوه كان حي يحيى وبخه ولومه شديد عشان الزواج ده وعشان كتير من عمايل الكعبة برضه لكن هرويديس زاد الطين بلة ودخل يحيى السجن وبكده أضاف سيئة جديدة لسيئاته السابقة طب يا جماعة أنا الليلة حقيف هنا وبإذن الله في المرة الجاية نواصل يا سبحان الله يا صفية واصلي كان شوية ما بقدر والله يا ما بقدر والله يا الله يديك الخير الله الله تحية زروق إخراج <applause>